الإنسان ذلك المجهول. الناس بطبيعتها تعمل بمفردها، ما حد يبغى يشتغل مع أحد ولا واحد الحالة، إلى درجة اللي ما تقدر أن تخلص شغلك الحالة، تحتاج إلى واحد معك تتعاون معه. تبدأ عملية التعاون إلى درجة تدخل في النفوس بعض الشغلات وتبدأ مرحلة تنافس، يتنافسون الناس لدرجة معينة، يتعدى ذلك التنافس إلى أن يصير صراع. وهذه سنة الله في التدافع، سنة في البشر مستمرة منذ الأزل إلى ما لا نهاية.